زوين ونهار خايب ماشي رمضان ناري رمضان ناري، نفطروا مزيان ونتعشاو مزيان ونسحروا مزيان حين نتغداو ولا نصبحوا صايمين. انا لك اختي واخشي، راه السحور كي السنه راه فيه غير التمر والماء وتصبحي صايمه وعادي ما يوقع لك والو. المعده بغات تستريح العام كامل وهي خدامه مسكينه وما غيوقع لكم والو، راه بالعكس الا كليتي بزاف كتصبح ضارك المعده ديالك، اما الا كليتي في القياس راه بالعكس كتصبحي عادي، راه ماشي كتصبحي هازه الحجره. علاش كتبقاو كتاكلوا بزاف وبزاف كيغلاضوا في رمضان؟ ها النعاس وزيد عليه كيصبحوا ناعسين وزيدين عليه الماكله كثيره، ها المخرقات داكشي كثير داكشي كثير بزاف، عاد كيف في الاخر كيكبوا الضاله هي الحريره يدوا هي الاخر، كاين اللي كيبدا بها هي الاول يقول لك لا 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 غتزوينها خليها هي الاخر، يبقى الراق 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 الطاج الاول، الراق 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 الطاج الثاني الطاج الثالث، حتى كيولي كلشي مهيمر، المراه والولاد والراجل وكلشي كلشي كيخشي في وجهه. وفي الاخير اشنو اللي كيوقع لهاد الناس هادو؟ في الاخير اللهم لا شماته تيضربهم شي مرض، كيضربهم شي مرض تيولي ديك الساعه سيدنا عطا عافاك بينا شي مساعده، وراه نتوما ما درتوها بيدكم، نتوما بعدا درتوها بيدكم. بنادم يتكايس، تبعوا الاخصائيين في اليوتيوب كيهضروا على التغذيه وتيهضروا على الصحه وهذا، وحاولوا انكم تموتيفاو شويه، ماشي تموتيفاو من القنوات ديال الطبخ. هادي دارت المخرق معمر، هادي دارت خبزه معمره بالشحمه وفيها الكرداس وفيها ما عرفت اشنو، وهادي ما عرفت اشنو دارت، وهادي ما عرفت اشنو، كتبقاو تبراتيكيو داكشي. هادوك تيديروا داكشي باش كيرفعوا المشاهده صافي. دارت بيتزا عاديه وما خصها دير بيتزا فيها بيتزا بالشحمه ديال النمله، غدا خصها دير بيتزا بزغب ديال الفار الميت، غدا بغات دير هي ما عرفت اشنو. علاش خصها دير التجدد والتنوع باش تبقى تفرجي فيها انتيا؟ اما الاصل راه هي فطور عادي، وبنادم يمسح يديه ويقول الحمد لله وشربي الماء، وباش تبداي الفطور ديالك فطري بالماء والتمر، وفي السحور الماء والتمر، وفطري من وراء الماء والتمر، وسيري صلي وجي وكلي شويه وتشوفي كيفاش تولي الصحه ديالك. هكا ما دير نتوما كيصلي رمضان كتبيسو، اذا ما درتو والو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تبارطاجيو.